اخويا انا اللي بان لي هذه راه محاله من والو. الناس خاضوا هذا العويشر خاضوا بشي طريقه ماشي هي هذه، هذه فوضى ماشي عويشر، لان الناس ديال بكري كان كيعرفوا كيفاش كيديروا. العويشر كتكون بطريقه بيناتهم كيشعلوا شي شويه ديال العافيه، ماشي بحال هاد الناس هادو اللي كيشعلوا البنوات كيحرقوا، تقدر تحرق الديور، تقدر يحرقوا الطوموبيلات، يقدروا. خويا داكشي اللي عطى الله، لان الانسان ما كان البراش هادو صعاب شويه باش تقدروا عليهم، راه صعاب شي شويه. ولادي اول حاجه خرجت ليهم، دخلتهم قبل ما يوقع هذا الواقع عندي، تانا دري وخفت عليه على الطريقه هذه. دخلت خويا بكري ودخلت ولادي بكري وريحت، كنشوف من التساع ما عندي مع داكشي، وانا ضد هاد الشيء هذا، ما هاد الشيء هذا ما خصوش يكون. ما عنديش مع التخربيق ولادي، كان حيت عارف هاد الشيء دوزتو، عارف شنو غادي يجي من وراه، لان من وراه غادي يجي الحبس، يجي السبيطار، يجي تهرس بحال واحد الدري البارح مشى عليه العافيه، نقز واحد، صدق واحد مفروق ليه من هنايا، دابا راه مليون ونص باش غادي يدير ليه عمليه. هذه مساله ديال العافيه، نقز واحد ساطح مع واحد، لاخر طلع في العافيه تهرس من فخدو، راه دابا حاليا ولد صاحبي نيت ناعس في السبيطار، تقريبا شي مليون فرانك اللي خاسر عليه. اخويا هذا القنبول اللي ولا دابا راه ما عمرني ما شفتو انا، هذا اللي يقدروا يديروا به حرب، راه يقتلوا به بنادم، يقدروا يديروا به. خاص يحاربوه قبل ما ياخذوه الدراري باش يستعملوه برا، خاص يحبسوه. ما بقاش قنبول، قنبول ما يبقاش يتباع، ما يبقاش يتبان. هذا راه حرب ماشي عيشورة، هذا راه حرب ماشي عيشورة، انا كنقول هذا حرب، لان البارح عرفتي شي قنبول كيتلاح هنا، راه لا حول ولا قوة الا بالله. بواك والله واخا تكون ناعس بربي تطفيق، شي سدار اللي كنتي ناعس فوق وكتسمع بواك كتنوض كتمن من ليك السدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.